الفشل أتعلم منه طبعاً، اديني دافعية للأفضل بدون مثالية، من غير مثالية طبعاً، بس أزعل إيه وأزعل وتأثر طبعاً. طيب الفشل يقولون هو أول طريق النجاح، أكثر الأفراد نجاحاً في العالم مثل ما يقولون هم كانوا في مرحلة فشل، فاشلين بالفعل، يكونوا ارتكبوا أخطاء فادحة وفقدوا الكثير من المال تحديداً، ومع ذلك تمكنوا من التغلب عليها وبناء النجاح. الفشل في التخطيط المالي تحدي يحدث نتيجة نقص المعرفة حول جلب المال وأيضاً صرفه بطريقة ذكية. إذا كنت شخص يطمح إلى مستوى مالي جيد، فعليك أن تبدأ بتنظيم شؤونك المالية وتحول الفشل المالي إلى نجاح. ينضم إلينا في الاستوديو الخبير والمستشار المالي الدكتور عامر عاشور. دكتور صباح الخير. صباح النور لك وللمشاهد. وريم لا. وأنا. وريم. كل التعلق لريم. طيب دكتور خليني أسألك، بأنه يعني النجاح المالي ومن كان فاشل قد يكون ناجح. طبعا أنا كنت فاشل وما زلت فاشل وسأستمر بفشل، بأنه يعني حتى في مواضيع بسيطة اللي هي اختياري لي للسيارة ما عندي مشكلة أني أخسر فيها، بس أني أخذ السيارة اللي أنا أحبها. أيوة. وبالتالي أنا لا أستثمر، بل قد أكون مستعجل بأنه أنا أغير هذه السيارة، فبالتالي أخسر مبلغ مادي كبير. صحيح. طب أنت راح أكون ناجح؟ لازم تعمل شغلات تحدد كيف أنت إنسان تتحول من فشل مالي لنجاح. طب كيف؟ قبل ما نحكي على موضوع بدي أطمن المشاهد أنه 38% ممن يلتزم في خطة التحول من فشل مالي لنجاح مالي فقط اللي بصمده، أما باقي ما تبقى بفشله. يعني كل 100 شخص 38 شخص بيصل للنجاح المالي. 38؟ 38 والله. طيب فأنا بدي تكون بعد اللقاء 39. طيب في عندي كثير شغلة مهمة، إنه إحنا أربع ركائز أو أربع نقاط كيف نحولك من فشل مالي إلى نجاح. يعني في عنا مؤشرات، اللي هي أول مؤشر، أول حاجة عشان أنا أحكم عليك إنه أنت فاشل ماليا، أنت تعيش بلا خطة مالية. هذا أكيد أبصم لك بالعشرة. بالضبط. طب أنا كيف أعرف إنه أنت بتعيش بدون خطة مالية؟ نزل الراتب، بتقول لي دكتور أنا بنصرف الراتب عندي في 10 أيام. إذن أنت بتعيش مرحلة تخبط مالي وليس تخطيط مالي. أوكي. المطلوب كيف تتحول من فشل مالي لنجاح؟ يلا. لازم تحط خطة مالية. نزل الراتب. أسهل خطة مالية خدها مني وبقناعة. امسك الراتب وقسمه لخمس مظاريف. حلو. $1,000 بافتراض راتبك. إذا 200 200 200 200 200 أول مظروف، وهذه خدوها قاعدة، ادخروه. بعد هيك ابدأ إيش اصرف. مشكلة الأشخاص اللي بيكونوا فاشلين ماليا، ينفق ثم ينفق ثم ينفق ثم يدخر، بيجي يدخر ما فيش فلوس. المفروض ادخر ثم انفق. فعلشان كده لازم تكون في عندك خطة مالية. إذا أول حاجة نقسم لخمسة إيش، خمس مظاريف. مظروف ارتفع. طيب هلا عندي صار 4 مظاريف. إذا معناه الشهر عندي كم؟ 30 يوم، 4 أسابيع. إذا كل ظرف لأسبوع. أيوة. التزم، صرفته بيوم، صرفته بيومين، صرفته 7 أيام، انتهى إيش؟ انتهى ميزانية أسبوعك. طيب زاد أجله ادخره، رحله ادخار. طيب إجا الأسبوع ادخار ولا الأسبوع اللي بعده؟ لا، ما يروح إلا الأسبوع اللي بعده. الأسبوع اللي بعده إجت ميزانيته. طيب. اللي هو المظروف الثاني. وهكذا. فبالتالي بيكون في عندك التزام. شو أسوأ سيناريو؟ أسوأ سيناريو أن أنت تصرف الـ4 مظاريف بس في عندك إيش؟ في عندك ادخار. طيب خلينا نتكلم على موضوع الادخار، لأن أنتوا دائما تتكلموا عن أنه لازم ندخر حتى لو كان الراتب بسيط. صحيح. طيب هل هذا الراتب البسيط اللي أنا بأدخر منه بالنسبة المعينة هذه سيقودني إلى الثراء؟ شوفي الثراء أنا بقول لك شغلة واحدة عشان أنا أطمنك وأطمن المشاهد. دائما بيحكوا لي الاستثمار يبدأ من دولار. من دولار. من دولار. أنا بأخذ منك هلأ دولار وبروح على سوق دبي المالي بشتري فيه 3.5 أسهم. يا سلام. أيوة. ليش أنا بقولك الاستثمار يبدأ من دولار؟ كتير ناس بيفكروا إنه لازم يكون معي $1,000,000 عشان أستثمر. لا 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 لا. في هلأ إحنا في نظام التكنولوجي ونظام الحديث، الناس اللي فشلوا ماليا بتحولوا بيعملوا مشروع زيرو كوست.
زيرو كوست ما في ولا موجود موجود في مشاريع هذا مش حديثنا. طيب عرفت خليني بس اقول لك يا دكتور يا دكتور انت تقول لي خمس اسهم او خمس مضاريف انا احولهم ما انت قبل لا تبلش بالمظروف الاول قبل لا تقسم الراتب نص الراتب طاير على الالتزامات ممتاز اذا في عندك خطا في اداره راتبك طيب لازم تعرف كيف توزع مصاريفك يلا قول علشان زين احنا بلشنا عندك اجار عندك قسط سياره عندك كل الالتزامات تبعتك هاي ممنوع تزيد من 55% من راتبك ممنوع ممنوع احصي لي كل مصاريفك قول لي عندي ايجار وكهرباء ومي ومدارس وكذا كلهم ممنوع تزيد عن 55 اذا زادت اذا اعرف انه انت ماشي في مرحله الفشل المالي في ناس الاشخاص يقول لك انا 90% من هذه المصاريف خفض ليش بتبالغ اي مبالغه في اي مصروف على حساب خطتك الماليه نعم. واضح اذا اول حاجه من الفاشلين ماليا يتحول لنجاح لازم يكون عنده خطه ماليه المؤشر الثاني زياده مستوى الديون القروض أيه. باجي بلاقي عندك كل شهر أو كل سنة القروض إيش مالها بتزيد أيه. كريدت كارد كريدت كارد أقص سيارة طيب. كذا إذن كيف أنا أتحول لإنسان ناجح لازم أول حاجة كبح جماح القروض بمعنى أنه أنا أوقفها بعد كده بيبدأ عندي مؤشر أنه القروض بتبدأ إيش تنخفض مجرد ما صار في عندك بدء انخفاض في القروض إذا أنت التزمت بالسداد إذا أنت تحولت من إنسان فاشل لإنسان ناجح حلو. ليش؟ لأنه الخيار الثاني إنه القروض إشمالها تزيد أنت عديش بتعمل بتخفضها إذا صار في عندك إذا متى تحول إلى الثراء إحنا انتقلت من الفشل إلى النجاح متى أصل إلى الثراء ممتاز الثراء في مرحلة ثانية هلأ المرحلة الثالثة الادخار في ناس ما بيدخروا حلو هاي مشكلته الفشل الماليين ما بتدخر بتيجي بتسالي بتقول له انت بتدخر بقول لك ولا درهم طيب عزيزي انا بدي اعطيك شغله اسمها سلم للادخار ستيب باي ستيب حطلعك على سلم واحد سؤالي لك بتقدر تدخر 1% من راتبك بفترض انه راتبك 1000 دولار يعني ترفع 10 دولار سهل جدا حلو الشهر الجاي 2% 20 دولار الشهر الثالث 3% 3 دولار انا قاعد بطلعك شو على السلم مصدر. اخر السنه 12% اللي هو المعيار العالمي طيب لازم يكون الحد لان الادخار 12% 12% من راح تحترق يا دكتور دليها طريق الثراء راح والان بقينا ناخذ الاستشاره مجانا هلا المرحله الرابعه طيب. عشان انا احكم على انه انت فعلا باختصار. من فشل باختصار لا هذا الاستثمار اذا انا كنت ما خطه في عندي قروض قاعده بتزيد فيش عندي ادخار الان استثمار الاستثمار يبدا من دولار, من دولار. بس ابدا بدولار طيب. خليني اقول لك دكتور اني في السهم الرابع او المظروف الرابع مال اخر شهر راح اعزمك اليوم على الغداء واخذ منك هذا يا سيدي على حسابي انا يسلمك دكتور عامر عاشور شكرا جزيلا لك الخبير والمستشار المالي لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات